العالم وتركته يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك الأم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا، من الموت نفوسنا. بما أنك للمأسورين محرر ومعتق وللفقراء والمساكين عضيد وناصر وللمرضى طبيب وشافي وعن المؤمنين مكافح ومحارب. أيها العظيم بالشهداء جواري وسلابس الصفا، تشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا.